عندنا أمر بإذن الله نكبر الله فيه في هذا البيت المقدس وهذا البيت المطهر، نسأل الله أن يحفظه، أن يحفظه من الشرور ومن البأساء والضراء. أنتم على وشك أزفة الآزفة، لينزلن عيسى ابن مريم وقد حاصر الخبيث الأعور الكذاب المسلمين بالشام، الجوع وما تسمعون عن الجوع، القحط والسنين وما تسمعون وما تقرؤون وما تعلمون، هذا أول بعث الدجال خارج خلة بين الشام والعراق. عظموا الله، اتبعوا سنة رسول الله، استهدوا بالله زي ما بتقول، استهدوا بالله يا أخواننا، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذا ثاني بيت وضع في الأرض للناس، فلا تعصوا فيه الله، تحصنوا فيه، تحصنوا في حجره جسدا، وتحصنوا في نعمته إيمانا ونبوة وكتابا لا تخالف الله. لينزلن عيسى ابن مريم ولينصرن محمدا والذين كانوا مع محمد، وليقتلن عيسى ابن مريم الخبيث الدجال، وليقتلن كل من نافق وتابع الخبيث الدجال. أخشى أن يتابع الدجال غير 70,000 من يهود أصفهان، 70,000 ممن تعلمون، ممن يتكلمون بلساننا وهم من جلدتنا، يسابقون إلى الدجال كما يسابق الفراش إلى النار. فأذكروا الله وعظموه، اصبروا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدجال 3 سنوات من القحط والجوع والقلة، ثم يخرج الدجال من مثل هذا الذي ترون، ثم ينزل عيسى ابن مريم فيهلك الله الملل كلها إلا ملة محمد عليه الصلاة والسلام وملة إبراهيم. وليحجن عيسى ابن مريم البيت، البيت الحرام، وليعتمرن بالحج. عيسى ابن مريم يطوف بالبيت كما طاف محمد، ويسمع الناس أن لا إله إلا الله وأن ليس لله صاحبة ولا ولد. إنما حذر وبشارة، احذروا الدجال، ما من نبي إلا حذر قومه الدجال. وأبشروا بعيسى ابن مريم، إن لعيسى ابن مريم علينا حق أن نبشر الناس به، ذلك أن بشر الناس بنبينا عليه الصلاة والسلام. فلنا فله علينا ما قدم من الخير مع نبينا. فلا تعضوا على ألسنتكم، تكلموا بالروح، تكلموا بالكلمة، قولوا صدق الله، كذب الدجال، صدق محمد، صدق عيسى، صدق موسى، صدق إبراهيم. قولوا لا إله إلا الله، كلموا الناس، بشروا الناس، علموا الناس، إن الله يحب الحق بكلماته. العبد المؤمن إما ذاكر أو معتبر، أما الذي يعض على لسانه ويختم على قلبه فليس من المؤمنين في شيء. تكلموا، من فرش لكم هذا البيت بإذن إلا الله؟ من أنعم عليكم إلا هو؟ من كساكم؟ من أطعمكم؟ من أوقفكم على أقدامكم على أرجلكم؟ من يقول؟ تقولوا تكلموا باسمه. إنما قلناكم سيجوع الناس. النبي قال عن الدجال، لاحظ، معه جبل من خبز ولحم ونهر، معه جبل من قمح. شايفين شو معي يا أخوان؟ شايفين؟ أكيد. قال الله تبارك اسمه المقدس، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. مشيت؟ أنت الآن بكلمك بما تشاء طول ما أنت شبعان، إنما إذا جوعت نعرف حجمه. فرعون ومن دون فرعون، الله كتب أن يطعم أهل النار، يعني أهل النار مش مدخل كل الله ما في تافه، ليس لهم طعام إلا من لازم يأكل. طول ما لك رب ولو كنت في النار يجب أن تأكل ولو طعاما من غسلين. واضح؟ الله الذي نعلمه تبارك اسمه المقدس يطعم ولا يطعم. عيسى ابن مريم وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني ليس بإلهين ولا بربين.
ثم يخرج الخبيث الدجال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ثم يقول للناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ يلا هذا ما بيكون لكم إياه وأنتم على مسرح تتفرجوا وأنتم جائعون، يورجيكم الماء والنبات، الناس في جهد إلا من تبع، يعني جوعانين. إلا من الآن اعلموا أنه لا يملك الرزق إلا الله. أبونا إبراهيم، مش سيدنا الشيخ إبراهيم، أبونا إبراهيم قال في العنكبوت لقومه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. بسيط مش شايفين؟ هلا يخرج الدجال معاه الرزق، فإذا بدك تأكل أنت وعيالك وتريد أن تسكت صريخ بنيك معه رغيب، اكفر بالله وكفر. جاهزين؟ لا. كذب الدجال، صدق الله، لن نأكل إلا ما أنزل الله. طب شو نسوي من الآن يا أخوان؟ قال الله نسبح بحمد الله، من الآن احفظوها، سبحوا بحمده. نوح عليه الصلاة والسلام عندما مات 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوته، صغير عن حياته، الآن تحضره الوفاة يريد أن يعظ بنيه. اسمعوا شو بده يقول، وهذا لأولاده إلا أخوانا. قال أمركم باثنتين، قلت وهذا إلكم الكلام، أمركم بلا إله إلا الله، فإنها إن كانت السماوات والأرض حلقة قسمتها لا إله إلا الله، أو هذه خذوها احفظوها امسكوها كلمتين تنفعكم إذا خرج الخبيث الأعور. شو هي؟ سبحان الله وبحمده. شو بده يقول نوح؟ قال وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق، فإذا حاصركم الخبيث فسبحوا بحمد الله ترزقون كما ترزق الملائكة، يجري عليكم هذا التسبيح مجرى الطعن. ايش بدي اقول يا اخوان؟ هذا الذي تكلم نوح يوحى اليه ولا من عنده؟ وين درس نوح يا اخوان؟ مع نوح حزب كان، معاني جماعه، معاني فرق من هالفرق المقتتله المختلفه، نوح عبد الله ورسوله. قال شوف ما اجمل هذا الكلام، قال سبحان الله وبحمده صلاته كل شيء وبها ترزق الخلائق، ففيها صلاة وفيها رزق. شو يعني؟ شو يعني صلاة ورزق؟ شو العلاقة؟ فكأن الله قال إذا قلت سبحان الله وبحمده فقد أديت ما عليك، يعني وصلتني وصليت لي، فبقي لك ما عليك اللي هو الرزق، صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق. فمن قال سبحان الله وبحمده أدى ما لله، صلاة كل شيء، فبقي لك ما عند الله له. فقولوا سبحان الله وبحمده. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده تملأان الميزان، تملأان ما بين السماوات والأرض. كلمتين طيب. من الآن اجمعوا 10 آيات من أول الكهف أو من آخرها أو كلها يسيرة يوشك أن يخرج الدجال. والله هذا الحصار اللي قبل 15 عاما في العراق، ثم حصار الشام، هذا كله أول خطوات الخبيث في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام يوشك العراق أن لا يجبى إليه قفيز ولا درهم، صار ولا لا؟ ثم قال يوشك الشام أن لا يجبى إليه مدي ولا دينار، بيصير ولا لا؟ مش هلا احنا يوم نتكلم عن الحصار وفك الحصار، الحصار مش هيك ولا لا؟ وقبل ان كان العراق ما كناش محاصرين. ثم قال عليه الصلاه والسلام ثم يكون خليفه من امتي يحث المال حتى ولا يعده عد. فمن الان هيئوا انفسكم لما تكلم به محمد عليه الصلاه والسلام، اذا خرج الخبيث لن يخرج إلا في جوع وقلة، فاعلموا أنه يدعوكم أن تكفروا بالله برغيف معه، فلا تكفروا، قولوا سبحان الله وبحمده. قال الله
قال عليه الصلاة والسلام: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. على هذا سينتهي الأمر.